السلام عليكم ورحمة الله. كان لعبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه أمة سوداء غضب عليها ذات مرة فلطمها، ثم أنه فزع فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره خبرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هي يا عبد الله؟ يقصد النبي صلى الله عليه وسلم: ما حالها؟ صفها لي. فقال عبد الله: يا رسول الله، هي تصوم وتصلي وتحسن الوضوء وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسوله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، هذه مؤمنة. فقال عبد الله: فوالذي بعثك بالحق نبيا لأعتقنها ولا أتزوجنها. ففعل. فطعن عليه ناس من المسلمين وقالوا: نكح أمه كان أولى به أن ينكح مشركة بحسبها ونسبها. فأنزل الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا. ولا تتزوجوا أيها المسلمون المشركات عابدات الأوثان حتى يدخلن في الإسلام. والنكاح هو العقد الذي تكون به العلاقة بين الرجل والمرأة مشروعة. ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. واعلموا أن امرأة مملوكة لا مال لها ولا حسب مؤمنة بالله خير من مشركة حرة وإن أعجبتكم. فالمؤمنة مهما بلغت من الدمامة والمكانة خير من المشركة مهما بلغت من الحسب والنسب والحسن والجمال. فالزواج ما هو إلا رباط مقدس بين قلبين، ومن العسير جدا أن تجمع بين قلبين أحدهما يخلص لله والآخر يشرك بالله. وقال صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. ولا تزوجوا نساءكم المؤمنات إماء أو حرائر من المشركين حتى يؤمنوا بالله ورسوله. فأي مشرك مهما بلغ من حسب ونسب ومال ليس بكفء لأي امرأة مسلمة. والمرأة المسلمة لا تزوج نفسها، بل لا بد من ولي يزوجها برضاها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. واعلموا أن عبدا مؤمنا مع فقره خير من مشرك ولو أعجبكم. وكل امرأة مسلمة تتزوج بمشرك وهي عالمة بالحكم فهي زانية ويقام عليها حد الزنا. وأما إن كانت جاهلة بالحكم فهي معذورة ولا بد من التفريق بينهما دون تطليق، لأن هذا النكاح باطل. أولئك يدعون إلى النار. أولئك المشركون والمشركات يدعون كل من يعاشرهم إلى النار بالقول والفعل والاعتقاد، ويدعون إلى حب الدنيا وإيثارها على الآخرة. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. والله سبحانه يدعو عباده إلى دينه الحق المؤدي بهم إلى الجنة ومغفرة ذنوبهم بإذنه. وإذن الله هو العلم النافع والعمل الصالح والتوبة النصوح. وإذن الله لا يكون إلا باتباع شرع الله الذي ارتضاه لنا. وإذن الله هو توفيقه وتيسيره لنا، وهو إرادته وحكمته. ومن الأقوال المأثورة للإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: لا خير في خير بعده النار، ولا شر في شر بعده الجنة. فأي الطريقين سوف تختار؟ طريق الجنة أم طريق النار؟ ويبين آياته للناس لعلهم يتفكرون. ويبين الله آياته وأحكامه للناس لكي يتذكروا فيعتبروا. اهتم الإسلام بالأسرة المسلمة اهتماما بالغا، لأنها اللبنة التي يبنى بها المجتمع المسلم.
ولا يتم ذلك إلا بحسن اختيار الزوجة المسلمة والزوج المسلم. فاظفر بذات الدين تربت يداك. جزاكم الله خيرا. وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.